طيب الآن إلى موضوع رياضي مشاهدينا. إسبانيا تتخطى فرنسا وتحجز أول مقعد في نهائي يورو 2024، هدفان مقابل هدف في النصف الأول من المباراة، وبالتالي النهائي الأول لإسبانيا منذ 2012. لامين يامال الإسباني الصغير صاحب 16 عاماً أصبح أصغر لاعب يسجل في التاريخ اليورو أو في المونديال. فرنسا تودع رغم القتال الفرنسي في الشوط الثاني، وإسبانيا تنتظر الفائز من إنجلترا وهولندا في مباراة اليوم. اللعب صار حامي كتير، وإحنا بدنا نذهب مباشرة مشاهدينا لموسكو. معنا من هناك مراسل صباح العربية عبد الجواد الرشد. أهلا بك يا عبد الجواد، وخليني أقول ألف مبروك بداية. أنت مشجع إسباني شرس، وأكيد أنت في قمة السعادة الآن. مبروك يا عبد الجواد. صباح الخير رابية. صباح الخير نور. نعم بالحقيقة مباراة كانت تاريخية يوم أمس، يعني على ما تبين بأن هذا النجم الساطع الجديد لامين يامال أو لامين جمال سيترك بصمة واضحة في عالم كرة القدم. كما تحدثت راوية، بات أصغر لاعب كرة قدم يسجل في تاريخ اليورو، لكنه لم يسجل بطريقة عادية، هو هدف لا يمكن تسجيله إلا من الكبار، يعني يعيدنا بالذاكرة إلى ما فعله رونالدينيو سابقا، إلى ما كان يفعله ميسي، ريفالدو، أسماء كبيرة كانت تسجل بهذه الطريقة. لكن يامال يعني يغير كل هذه الطرق ويسجل بطريقة احترافية في نقطة هامة راوية. طبعا يعني عندما عادت إسبانيا يوم أمس من التأخر أمام فرنسا، هذه العودة لم تكن بطريقة عادية، مثل هذه الطريقة لا يمكن فعلها إلا من الكبار، تلك البرازيل في السبعينات والثمانينات، الأرجنتين في التسعينات مع باتيستوتا، وفرنسا وألمانيا مع بداية هذه الألفية. لكن هذا اللاعب الصغير يعني يلعب بالكرة بطريقة غير معروفة. الكثير من القراءات الرياضية والتحليلية في العالم ترى بأنه يجمع ما بين فنون يعني الفنون البرازيلية، الرقصة الإسبانية في عالم كرة القدم، وهذا طبعا ما أوقف فرنسا يوم أمس بالرغم من أنها منتخب كبير راوية. لذلك طبعا على ما يبدو بأن هذه الأنوار وكل الكثير من التفاصيل والاهتمام سيتجه نحو هذا اللاعب، وسيكون له مستقبل كبير عظيم طبعا في كرة القدم. نتمنى طبعا ابتعاد الإصابة عبد الجواد، لكن طبعا 90% أصبحت متأكد من أن إسبانيا ستفوز في البطولة. تفضلي نور. أنا كنت جاية أسألك عن مباراة اليوم بين إنجلترا وهولندا، أكيد أنت ستتابع المباراة، أنت من المتحمسين لكرة القدم وخاصة لليورو الآن، ما هي توقعاتك لمباراة اليوم بغض النظر أنه أنت بدك إسبانيا تربح بالنهاية؟ شاهدته مجروح. لا بصراحة يعني عندما أحب أن يربح فريقي، أحب أن يربح بطريقة جميلة، لا تهمني النتيجة. طبعا لن أكون دبلوماسيا وأقول بأن الفريقان يمتلكان كافة الفرص اليوم للذهاب نحو المباراة النهائية. على ما يبدو أن البطاقة محسومة لصالح هولندا، فهي الأقوى والأبرز ويمكنها اللعب بطريقة توقف فيها طبعا الفريق الإنجليزي، وهي طبعا بادرة جديدة. هولندا كان لها يعني مشاركات كثيرة، وصلت إلى النهائي، لعبت أمام فرق كبر، لكنها غير محظوظة بهذا الشيء. لذلك نتمنى طبعا وصول هولندا لاستمرار سوء الحظ المباراة جميعنا اليوم. بتمنى الجواد، نتمنى تضلك مبسوط، يعني إذا كنت بدك الفريق الإسباني وإسبانيا هي اللي تكسب اليورو، يعني إن شاء الله الله يحقق لك كل ما تتمنى. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل صباح العربية عبد الجواد الرشد.